الخير على حضراتكم، وصباح الأمل والتفاؤل والبهجة اللي دايما بنطل بيها هنا في 8 الصبح. بنكون معاكم يوميا وعلى مدار ساعتين بموضوعات مختلفة ومتنوعة. النهاردة معانا نصيحة صباحية خاصة بالأطفال. النصيحة دي احنا لقيناها في موقع اسمه Parents، بيقول انه البروتين بيلعب دور مهم جدا وحيوي جدا في نمو وإصلاح أنسجة الجسم وتحديدا الطفل. احنا عارفين ان البروتينات مهمة جدا لصحة العضلات ونمو العضلات، وبينتج هرمونات مهمة جدا تحديدا للأطفال، وانتاج الهرمونات ده الحقيقة مهم لان هو اللي بيعزز جهاز المناعة عند الطفل وبيحافظ عليه وبيبنيه بشكل صحي وسليم. فبالتالي لازم الطفل ياكل بروتينات. طيب، بيقولوا انه النسبة السليمة او الكمية السليمة للأطفال محددينها طبقا للأعمار، يعني من 4 ل 8 سنوات ياكل تحديدا 19 جرام بروتين يوميا. طب بالنسبة للأطفال اللي عندهم من 9 ل 13 سنة ياكل 34 جرام. ده طبعا بجانب انه توقيت الأكل مهم جدا، ودايما احنا بننصح انه الأطفال تاكل البروتينات زي البيض مثلا، زي الفراخ اللي هي اللحوم البيضاء والأسماك، يا إما ياكلها في الفطار أو طبعا في الغداء. ده الحقيقة يعني مهم جدا للأطفال إن هو يأكلوا البروتينات، تحديدا الأطفال كمان اللي بتلعب رياضة، لأنه البروتينات هي اللي بتدي الأنسجة المهمة أو بتحافظ على الأنسجة المهمة وبتبني العضلات بالنسبة للطفل. دي كانت نصيحتنا الصباحية. صباحكم خير وأمل وتفاؤل، ودايما معاكم في 8 الصبح، وابدأ يومك صح. رجعنا لحضراتكم من جديد. تعالوا بقى ننطلق بفقرتنا الخاصة بالأرصاد والمرور. طبعا احنا خلاص بقى يعني شهر أغسطس خلص، فده معناه ان يعني ذروة شهور الصيف الحمد لله خلصت، فاحنا خلاص داخلين على نوعا ما اعتدال في الأحوال الجوية على أبواب فصل الخريف. ولكن تعالوا نتابع البيان اليومي لهيئة الأرصاد الجوية اللي بيقول انه النهاردة السبت هيكون في طقس حار رطب نهارا على أغلب أنحاء الجمهورية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة، رطب ليلا على أغلب الأنحاء، ومتوقع كمان أنه النهاردة يكون في استمرار لارتفاع نسب الرطوبة، وده حيزود إحساسنا أكتر بحرارة الطقس، وحتكون نسب الرطوبة من 2 ل 3 درجات مع وجود نشاط رياح على أغلب الأنحاء. تعالوا نستعرض مع حضراتكم بيان تفصيلي بدرجات الحرارة. القاهرة 33 26، العاصمة الإدارية 34 25، 6 أكتوبر 34 25، السلوم 33 24، العلمين الجديدة 32 24، الإسكندرية 32 23، الإسماعيلية 34 24، بورسعيد 33 27، دمياط 32 26، الغردقة 38 28، شرم الشيخ 37 28، السويس 35 25، الوادي الجديد 39 25، رفح 32 23، طابة 34 26، بني سويف 36 24، الفيوم 36 24، سانت كاترين 31 15، الأقصر 40 27، أسيوط 37 24، والمنيا 37 23، حلايب 34 29، شلاتين 37 28، أسوان 40 28. تعالوا برضو نشوف يعني أخبار الطقس إيه على مدار الـ 72 ساعة القادمين. الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، صباحك فل يا دكتور. صباح الفل على حضرتك أستاذة داليا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. صباح الخير. يعني اللي قريناه كده من البيان إنه في استمرار لسه لأجواء الصيف، ولكن الشيء المبشر إنه في نشاط للرياح، وده أعتقد يعني هو ده اللي بيرطب حالة الجو على مدار الـ 72 ساعة. لسه مستمرين في الأجواء الصيفية الشديدة، ولا هيكون في يعني أجواء رطبة شوية؟
لا هو الحمد لله، هو طبعا لسه في اجواء صيفيه لان احنا ما زلنا في فصل الصيف، لكن قيم درجات الحراره فيها تحسن. احنا العظمى على القاهره الكبرى 33 درجه مئويه خلال فصل النهار، اغلب مصادر الكتل الهوائيه جايه من جنوب غرب اوروبا مرورا بالبحر المتوسط مع امتداد مرتفع العروض الوسطى، كمان في طبقات الجو العليا في امتداد لمنخفض جوي، ده بيعمل على وجود السحب المنخفضه والمتوسطه اللي بتساعد على حجم جزء من اشعه الشمس فتلطف الاجواء، لكن نسب الرطوبه طبعا لسه موجوده في الجو، يمكن ده اللي يخلينا نحس ال 33 لو تكون 35 درجه مئويه، فبالتالي في تحسن طفيف في درجات الحراره وفي نسب رطوبه، لكن الاجواء لسه حاره رطبه فتره النهار، في فترات الليل الاجواء بتكون اجواء مائله للحراره، لكن بيكون طبعا في نشاط للرياح زي ما حضرتك قلتي، نشاط الرياح في فترات المساء وساعات الليل يخلينا نحس بنسب رطوبه اقل، فيساعد بعض الشيء على اعتدال الاجواء او احنا نحس بانخفاض في قيم درجات الحراره، وخاصه لو انا موجود في اماكن مفتوحه او في مدن جديده. كمان فرص امطار موجوده معانا اليوم في بعض الاماكن من سواحلنا الشماليه الشرقيه اللي هو دمياط بورسعيد رفح العريش ومناطق كمان من شمال الوجه البحري، لكن هي فرص امطار خفيفه غير مؤثره تماما على اي اعمال انشطه يوميه، بتساعد ان احنا نحس بتحسن في الاجواء. والشبوره المائيه كمان ظاهره جويه مؤثره وبتؤدي لانخفاض الرؤيه الافقيه على الطريق في الصباح الباكر، فنخلي بالنا، لكن على مدار ال 72 ساعه اللي جايه الاحوال الجويه مستقره، قيم درجات الحراره حول المعدل الطبيعي اللي هي من 33 34 عظمى على القاهره الكبرى، يمكن اغلب المحافظات قيم درجات الحراره فيها معتدله بشكل كبير. انا بشكرك الدكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. تعالوا بقى نروح نشوف اخبار بقى جوجل ماب اللي طبعا بنشوف بيها اخبار الطرق ايه. بنبدا مع حضراتكم من طريق صلاح سالم. النهارده شايفين طبعا الطرق فاضيه في ساعات الصباح الاولى، وتحديدا يوم السبت من الايام اللي بيبقى فيها سيوله في الحركه المريه الصبح، علشان بيبقى يعني معظم القطاعات بتبقى اجازه والصبح بدري، فلسه طبعا الناس مأجزه مفيش دراسه، فده برضو بينعكس اكتر على الشوارع. زي ما حضراتكم شايفين اللون الأخضر هو اللي مسيطر على الخريطة، كوبري 6 أكتوبر برضو ما فيش أي نوع من أنواع الزحام، سواء اللي متجه ناحية القاهرة الجديدة أو المتجه ناحية الجيزة بقى المهندسين والبطل أحمد والدقي، في سيولة كبيرة في الحركة المرورية. محور 26 يوليو أيضا في سيولة في الحركة المرورية، فبشكل عام الخريطة اللون الأخضر هو السائد فيها، مفيش أي نوع من أنواع الزحام، وده بيخلينا إن إحنا دايما نأكد على إنه نلتزم بالسرعات المكررة وإن إحنا نلبس حزام الأمان ودايما نلتزم بالقواعد المرورية. خلصنا الطقس وخلصنا المرور، تعالوا نروح نشوف مواقيت الصلاة.
رجعنا لحضراتكم من جديد. تعالوا بقى ننطلق بفقرتنا الإخبارية اللي بنستطلع فيها أهم الأخبار اللي حصلت في آخر 24 ساعة. أولى أخبارنا الهامة النهاردة إنه أعلن الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان إطلاق مبادرة رعاية خلال الفترة من سبتمبر 2024 لديسمبر 2025، وده لتحسين إجراءات مكافحة العدوى بالرعايات المركزة للأطفال حديثي الولادة على مستوى محافظات الجمهورية، واللي مقرر تفعيل هذه المبادرة الأسبوع المقبل. قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان إن الوزير أكد على أهمية مبادرة رعاية واللي بتهدف لمكافحة أسباب العدوى وتحسين الحالة الصحية للأطفال حديثي الولادة وخفض معدلات العدوى المكتسبة وخفض متوسط مدة إقامة المواليد بالرعايات المركزة وخفض معدل الوفيات لحديثي الولادة على مستوى الجمهورية، وأشار إلى ضرورة تحري الدقة والالتزام بالمعايير والآليات أثناء تنفيذ المبادرة. طيب تعالوا ننتقل بقى لخبر آخر خاص بالزراعة، إنه كشف تقرير رسمي من الحجر الزراعي أن الصادرات الزراعية المصرية تجاوزت 6.1 مليون طن من بداية العام حتى الآن بقيمة تتجاوز 3.6 مليار دولار، وزيادة قدرها 800 مليون دولار و400 ألف طن عن نفس الفترة من العام الماضي، وده من أول يناير حتى 4 سبتمبر. تعالوا بقى نروح نشوف الحقيقة إنجازات الدورة البارالمبية الخاصة بأصحاب الهمم، إنه حصد أمس منتخب الطائرة جلوس الميدالية البرونزية في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024 بعد الفوز على منتخب ألمانيا في مباراة تحديد المركز الثالث بنتيجة 3-2. برضو إنجاز آخر إنه نجحت أمس فاطمة محروس لاعبة منتخب مصر لرفع الأثقال في تحقيق ميدالية فضية خلال منافسات وزن 57 كيلوغرام في هذه الدورة، ونجحت في المحاولة الأولى ب 130 كيلوغرام، ونجحت في المحاولة الثانية برفع 134 كيلوغرام، وأيضا نجحت في المحاولة الثالثة ب 139 كيلوغرام. طبعا المشاركة في الأولمبياد الثانية لفاطمة حققت فيها البطلة المصرية المركز الرابع بهذه البطولة في طوكيو 2021. طبعا بنبارك لكل أبطالنا من أصحاب الهمم، وإن شاء الله المزيد من الميداليات ويعني الإنجازات في هذه البطولة. احنا سعداء في مجموعة السعودية بالمشاركة في معرض مصر الدولي للطيران والفضاء في نسخته الأولى، مشاركة وجدناها ناجحة بالزخم الكبير في الموجود في المعرض، بداية من افتتاحه من قبل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، متواجدين بشركتي السعودية لهندسة الطيران والسعودية الأكاديمية. مجموعة السعودية أعلنت في جولاي الماضي عن شراء 105 طائرات من طراز 320 فاميلي من إيرباص. هذه الصفقة الطموحة اللي سوف نبدأ استقبال أول طائرة فيها في عام 2026. أيضا في 2023 أعلننا عن شراء 49 طائرة من نوع بوينغ 787 دريم لاينر من بوينغ، واللي سوف أيضا نستلمها كأول طائرة في عام 2026. السعودية تجد نفسها ممكنا للسياحة داخل المملكة من خلال التعاون والعمل المباشر مع الهيئة السعودية للسياحة، مع برامج الرؤية، نتحدث عن هيئة الترفيه أيضا، والمواسم، موسم الرياض وموسم جدة ومواسم المملكة، المواسم الصيفية أيضا، البرامج الرؤية، ونتحدث عن
مشاريع الرؤية الضخمة، الجيجا بروجكت، مشروع البحر الأحمر، العلا، نيوم، والقدية لاحقا إن شاء الله. فبتتواجد معهم الخطوط السعودية من خلال تقديم الرحلات والربط الجوي بينها وبين العالم. فيما يخص عالميا، هناك هدف في الدولة وضع من قبل سمو سيد الأمير محمد بن سلمان، وهو ربط المملكة العربية السعودية ب 250 وجهة دولية. خلص السعودية سوف تساهم في هذا الهدف بالوصول إلى 145 وجهة دولية بمشيئة الله في 2030. هذا الربط واللي سوف يعني هو عبارة عن تبادل ذهاب وإياب، ف هناك مسافرين سياح سوف يتجهوا لهذه الدول، وأيضا سياح سوف يكونوا في ضيافة المملكة العربية السعودية. هنروح الحقيقة لنموذج إيجابي جدا. دايما إحنا بنتعلم من أصحاب الهمم العزيمة والإرادة والقوة، تحديد الهدف وتحقيقه بالحقيقة بعزيمة رهيبة جدا جدا وبطاقة إيجابية. احنا معانا النهاردة نموذج من بني سويف، محمد ضيوف. محمد اتولد بإيد واحدة، ولكن محمد لما اتولد بإيد واحدة وكبر شاف انه نفسه يلعب كورة قدم، فالحقيقة قرر انه هو يحقق هدفه وقرر انه هو يحقق حلمه، واصبح حارس مرمى بيد واحدة، واصبح كمان من حراس المرمى الشاطرين جدا جدا المتفوقين جدا وبيحقق بطولات. الحقيقة انه اكيد محمد اتعرض لمضايقات، اتعرض لتنمر وهو صغير، ولكن ده ما خلاهوش يقف او ان هو يتوقف عن حلمه او يتأثر او ان هو يقرر ان هو ينعزل عن العالم، بل بالعكس قرر ان هو يعلن عن نفسه بشكل مختلف بانه عمل حاجة مختلفة محدش بيقدر يعملها غير شخص آمن بأنه ده قدر ربنا، وأنه هو أكيد ربنا مديله يعني قدرة مختلفة أخرى يقدر بيها أنه هو يصبح مختلف ويصبح بطل من أبطال كرة القدم. نعرف تفاصيل قصة محمد ضيوف من أبناء بني سويف، أبناء الصعيد، حارس مرمى بيد واحدة. صباح الفل عليك يا محمد. صباح الفل يا أستاذة داليا. صباحك فل. صباح الفل على جميع المشاهدين يا رب. احكي لي بقى، يعني جبت القوة والعزيمة دي ازاي؟ يعني اما كنت طفل كده، فاكر كده، هرجع معاك كده فلاش باك، اما كنت طفل صغير اتولد لك الحلم منين؟ يعني كان مين الرول موديل بالنسبة لك او النموذج القدوة بالنسبة لك اللي قررت على اساسه انك انت لا انت عايز تبقى زيه في يوم من الايام وممكن يكون احسن كمان؟ والله هو وانا صغير بلعب مع اصحابي في الشارع، فاكتشفت ان انا بقف حارس كويس، فبعد كده لقوني بكاميني مارتين، وكنت بلعب يعني كنت انا لاعب برضو مهاري جدا، بس ما لقيتش الاهتمام اللي خليني العب كلاعب. فلما كبرت الحمد لله بقى كملت في الموهبه بتاعتي، وفضلت واثق طبعا في ربنا لان ربنا ما بيضيعش تعب حد، وقلت ان شاء الله يعني لابد ان انا هبقى لاعب في يوم من الايام. بعد كده اكتشفت ان في لعبه اسمها الساك الواحده، كان مؤسسها الكابتن محمود عبده، طبعا انا بشكره عشان هو سبب كبير بعد ربنا يعني. ها فجيت تواصلت معاهم ودخلت اختبارات، وبعد كده عملنا ثوري تجريبي وخدت احسن حارس، وبعد كده نادي الزمالك للساك الواحده عمل فريق، والكابتن عبد الله مصطفى بعت لي ان انا ابقى حارس نادي الزمالك. طبعا بدايه الحلم من هنا بقى، بدايه الثقه في ربنا من هنا، لما قلت ان شاء الله ربنا ما بيضيعش تعب حد وربنا ما بيضيعش حد خالص. فمن هنا صدقت ان فعلا ربنا فوق كل شيء طبعا، وربنا قادر على كل شيء، والحمد لله كملت بقى. وانا حاليا بحلم واحلامي كبيره قوي وطموحاتي كبيره قوي. ايه هي احلامك وطموحاتك؟ ايه احلامك وطموحاتك؟
حلمي ان انا ابقى افضل حارس في العالم في لعبتي. يعني نفسك تلعب في نادي مثلا تحترف فين؟ نفسي احترف طبعا، عشان نفسي العب دوري ابطال اوروبا في لعبتي عشان اخد احسن حارس في العالم. مين قدوتك يا محمد من الحراس او من اللعيبه؟ والله هو قدوتي محمد صلاح طبعا، عشان هو اللي علمنا احلم. وعلمنا ان الاحلام ما بتقفش. احلم وربنا اللي بيحقق. يعني النتيجه دي بتاعت ربنا مش بتاعتنا. انت عندك 3 ابناء صح؟ الحمد لله. يا رب يخليهم لك. اعمارهم ايه؟ احكي لي بقى عنهم، بتزرع جواهم ايه؟ المبادئ اللي انت حريص انك تزرعها جواهم؟ الحب وحب الخير للناس، بعلمهم دايما ان هم يحبوا الخير للناس، عشان دي اول سر للنجاح. ان الواحد لما يكون عايز نفسه بخير يحبه لغيره. طب وبعلمهم طبعا الاحترام، ان هم ازاي يحترموا اي حد، وبعلمهم ان هم طبعا يبقى كويسين، ما يبقاش هم. طب مين فيهم طلع لك شاطر في الكورة، عنده مهارة الكورة؟ والله هما الاثنين، بس عندي صابر الكبير هو بيحب يلعب كلاعب، ومصطفى انا شايف ان هو هيبقى حارس، لان هو يعني بيميل للحراسه شويه. مصطفى ده الوسطاني ولا اخر الوسطاني العنقود؟ لا اخر العنقود دي بنت بس لسه صغيره، دي عندها سنه. يا روح قلبي. انا طبعا الحقيقه بحييك جدا، ودايما بنقول انه قصص الحياه والعبر والعظه بناخدها من اصحاب الهمم، لانه انا عندي مبدا انه الاعاقه الحقيقيه مش اعاقه جسد ولكن اعاقه فكريه، انه الشخص هو اللي يحط قصاد عينه فكره مدمره، فكره يعني ما تخلوش يتجاوز اي حاجه، مشاكل في حياته، انه فكره سلبيه، فبالتالي هي دي الاعاقه الحقيقيه، انه ما يضيفش لنفسه ولا يضيف لمجتمعه. فمن هنا انا عايزاك توجه رساله للشباب اللي بيواجه مثلا مشكلة ما في شغله، أو بنات عندها مشاكل معينة نفسها تتجاوزها، يعني الدنيا وهي دي الدنيا، فتوجه لهم إيه يا محمد؟ والله لو هقول لهم عن الدنيا، فالدنيا ربنا سماها إن هي ما تسواش جناح بعوض، تمام؟ فما فيش حاجة مستاهلة في الدنيا خالص إن أنا أزعل أو أوجع على نفسي أو أحبط أو أويأس، لا، الحياة مش عايزة يأس، الحياة عايزة المقاتل اللي حارب فيها، حارب واتعب واسعى، اسعى والنتيجة دي بتاعت ربنا، اسعى. لو هتسعى في مكانك، لو هتسعى في اتحرك، يعني الحركة ربنا هو اللي بيدي بقى على قد التعب، المهم إن الواحد يتعب، المهم إن الواحد يجتهد، المهم الواحد يفكر. وبعد كده دي بتاعت ربنا، النتيجه دي بتاعت ربنا. صحيح. بس موضوع ان انا يأس او ان انا اخد الحياه كيأس واحباط، هو في ناس كتير على فكره مريضه ان هي تحبط البني ادم اللي قدامها، وفي ناس كتير مريضه ان هي تقول اللي قدامها كلام يزعلها، بس لو احنا هناخد بالكلام اللي زعلنا وناخد بالكلام اللي هيحضرنا، يبقى مش هنتحرك من مكاننا. صح. احنا ناخد الكلمه الحلوه اللي بتتقال لنا ونتحرك بيها، عشان دي تبقى هي اكبر دافع لينا. انا بشكرك، ودي يعني ختام الحقيقه هختم بيه معاك بكلمه حلوه، انه بنحييك وبنشكرك، لانه قصتك وقصة نجاحك وكفاحك درس من الدروس اللي ممكن احنا نتعلم منها كشباب. انا بشكرك محمد ضيوف، حارس مرمى بيد واحدة، وحريصة ان انا اقولها يعني من مبدأ انه الفخر بانه ربنا اعطاله قدرات مختلفة وخاصة، لانه سعى وقرر انه هو ما يقفش عند مرحلة معينة، بل بالعكس يتجاوزها، وأصبح الحقيقة هو حارس مرمى من حراس مرمى في نادي الزمالك، وإن شاء الله ربنا يحقق حلمه بإذن الله ويكون حارس مرمى عالمي. بنشكر محمد ضيوف من أبناء بني السويف.
الخبر اللي معانا النهارده انه موقع عالمي اوروبي انترناشونال درايفرز اسوسيشن اعلن او دعا يعني السياح في اوروبا بان هم يزوروا مصر، وتحدث بقى في الموقع عن جمال سحر مصر وقد ايه هي من البلاد اللي تستحق الزياره والسياحه. تحدث عن الاهرامات والمعابد، نهر النيل، وحكايات عن اقدم الحضارات في العالم من مصر وغيرها وغيرها الحقيقه من الاماكن اللي تحدث عنها في الموقع. طيب اما موقع عالمي يعلن عن مصر، ده ممكن ازاي يزود يعني نشاط السياحه مره اخرى؟ طبعا مصر يعني تعالوا نتفق انه مصر لا تحتاج انه احد يعلن عنها، لانه مصر بتعلن عن نفسها بنفسها، لان هي عندها مقومات ومعالم سياحيه مش موجوده في العالم. ولكن لما موقع أوروبي يعلن عن ده معناه رسالة أخرى، وبيقول إنه مصر هي أرض الاستقرار وأرض السلام، وإنه روحوا زوروا مصر. إنه إحنا بنشوف دلوقتي في مواقع أخرى أماكن الحقيقة حلوة، بس لما الواحد بيسافر برا والله أنا مش بنبهر، لإنه مصر جميلة قوي قوي. فده عايزين نعرف تفاصيله وتأثيره بقى على السياحة بقى بشكل عام. الأستاذ طارق فتحي الخبير السياحي والمستشار بمنظمة اليونسكو، صباح الخير عليك. صباح الخير على الإعلامية المتميزة الأستاذة داليا. صباح الفل، وصباحك دايما كده مختلف معانا، ومصر جميلة. وصباح الخير على مصر وعلى كل المصريين. شايف يعني الأول أنا عايز أسأل سؤال بخبرة حضرتك، السائح الأوروبي بيبحث عن ايه في مصر؟ طب استاذنك الاول يعني نعلق شويه بس على الدعوه اللي عملها موقع انترناشونال درايفرز اسوسيشن. ايوه طبعا هنعلق، بس انا الاول عايز اعرف، لان ده هربطه بالخبر. فالسائح الاوروبي بيبحث عن ايه في مصر؟ بيبحث عن ايه؟ بيبحث عن الثراء السياحي والثقافي الفريد من نوعه، تنوع ما بين اثار مصر القديمه واثار مصر تحمل طابع بطلمي واثار مصريه تحمل الطابع الروماني، اثار قبطيه، اثار اسلاميه، عادات وتقاليد. ده حاجه كده اختصار سريع لما تحمله مصر من تميز. طب ماذا يعني بقى دعوه يعني موقع زي انترناشونال درايفرز اسوسيشن، دعوه زي دي لسياح اوروبا؟ ما هو ده اللي انا عايز اقوله طبعا، حتى لو طول التعليق شويه، بس هو رد على اي دعوه من نوعها بعد كده. احنا لازم ندرك حجم مصر، وان دعوه الموقع لزياره مصر ده تكريم، بس مش تكريم لمصر، ده تكريم للموقع نفسه. اسم مصر وحضاره مصر وحضاره 5000 سنه ده شرف واسراء لاي مكان. ثقل مصر السياحي والاثري ده بيجي من موقع جغرافي يتوسط العالم. 1000 كيلو شواطئ من اجمل شواطئ العالم على البحر المتوسط، 1000 كيلو تاني شواطئ مرجانيه على البحر الاحمر، نهر النيل بطول 1550 كيلو متر، بحيرات طبيعيه وصناعيه وصحاري وجبال واراضي خصب. مصر فيها سدس اثار العالم، وبها 7 مناطق مسجله في التراث العالمي لليونسكو، بها العجيبه الوحيده من عجائب الدنيا السبعه الهرم الاكبر. مصر اللي تجلى فيها الله سبحانه وتعالى على ارضها في سيناء، مصر اللي احتضنت السيد المسيح في مهده، مصر اللي فتحت ذراعيها للحضاره الاسلاميه لآل البيت. كل ده تحت اداره وقياده سياسيه حكيمه. هي دي مصر بتاريخها وعظمتها وحضارتها وطبيعتها اللي بتدعو العالم لزيارتها، مش بس اللي في موقع يدعو مصر، بيدعو لزياره مصر. طيب يعني احنا دلوقتي حضرتك ذكرت الحقيقه انه مصر غنيه جدا جدا بكل انواع السياحه اللي ممكن اي نوع من انواع السياح يقصد مصر اليها. يعني احنا لما بنسافر اي دوله، اللي بيحب الطبيعه بيروح للدوله الفلانيه، اللي بيحب الاثار بيروح للدوله الفلانيه، ولكن مصر يعني فيها كل حاجه، يعني يقدر السائح يقعد في مصر يزور كل حاجه. شايف انه الجيل الجديد من السياح الاوروبيين، موقع زي ده ممكن ازاي يسوق لفكره انه مصر تمتلك معالم؟ والله بصي، اصل هو في يعني فكره احنا بنقصر في حق بلدنا. سكان القاره العجوز اللي هي قاره اوروبا عارفين مصر كويس، مصر دي مهد الحضارات، كانوا بيعيشوا هم في الكهوف والجبال، وكان المصري القديم بينحت في الجبال دي معابد ومقابر.
في الوقت اللي هم كانوا بيعيشوا على صيد الحيوانات البريه، كان المصري بيزرع عشان يطعم الحيوانات البريه. في الوقت اللي هم كانوا بيجهلوا القراءه كان المصري بيكتب على جدران المعابد. في الوقت اللي كان بياكلوا اوراق الشجر كنا بنصنع احنا من اوراق من نباتات البردي اوراق البردي. فمصر لازم نفتخر بالحضاره المصريه اللي هم عارفين قيمتها اكتر مننا. مصر حملت مش على النور في علوم الطب والفلك والرياضيات والهندسه والبناء والصناعه الى كل العالم. انا طبعا بشكرك جدا جدا استاذ طارق فتحي الخبير السياحي والمستشار بمنظمه اليونسكو. مصر دائما يعني جاذبة لكل السياح، فيها كل حاجة الحقيقة، فيها الطقس الحلو، فيها الدفى، فيها السياحة العلاجية، لو حد عايز فيتامين دي بنشوف السياح موجودين في شرم الشيخ يعني مستمتعين بالشمس علشان امتصاص فيتامين دي. عندنا أيضا في الحقيقة أماكن مختلفة، رمال مصر العلاجية وغيرها وغيرها. الحقيقة يعني مصر جميلة قوي قوي قوي، والواحد لما حتى بيقرر انه يسافر برا بيسافر برا عشان يعني يتبادل ثقافات، مش عشان يستمتع بمعالم ولا يستمتع بطبيعة. لا، مصرنا حلو. يعني انا لو سافرت مثلا الغردقة وسافرت اي دولة تانية مش بحس بانبهار ببحر او بانبهار بطبيعة، لانه مصر عندنا الغردقة، عندنا شرم الشيخ، عندنا اسكندرية، بحس ان انا شبعانة من المشاهد الحلوة اللي عندنا في بلدنا. ولكن الفكرة في تبادل الثقافات مع شعوب اخرى، فعشان كده دايما بنشجع انه زوروا اماكن في مصر واستمتعوا بجمال مصر، لانه مصر حلوة قوي قوي يا جماعة. السياح وان هي عندها ثراء في حضارتها بمختلف الحضارات اللي طبعا عاشت هنا على أرض مصر. وكنت لسه بتكلم عن الغردقة، والغردقة مش بس بتمتلك جو رائع وطقس يعني ما فيش زيه في العالم، ومش بس عندها بحر أحمر وشعب مرجانية وغيرها من يعني المعالم السياحة الشاطئية، لا كمان الغردقة فيها متحف أثار الغردقة اللي تم افتتاحه في 29 فبراير 2020. ده كان أول متحف للأثار في محافظة البحر الأحمر بيتم إنشاؤه بالشراكة مع القطاع الخاص، بيقع بالقرب من الممشى السياحي ومطار الغردقة الدولي. بيضم المتحف 1400 قطعة أثرية بتسلط الضوء على جوانب الجمال والرفاهية في حياة المصري القديم بمختلف العصور، بداية من ما قبل عصر الأسرات وحتى الأسرة العلوية، مرورا بفترات التاريخ المصري القديم والعصرين اليوناني والروماني والعصور القبطية والإسلامية. لتفاصيل أكتر هنعرف بقى يعني من الأستاذ وليد علام المشرف العام على متحف الغردقة. صباح الفل. صباح الفل أستاذ بني، أخبار حضرتك إيه؟ ويعني متحف الغردقة الحقيقة من المتاحف اللي فيها جوانب مختلفة وفيها مصادر لحضارات مختلفة، فحدثنا أكتر بقى أنه لو سائح النهاردة هيدخل هذا المتحف ماذا سيجد؟ متحف الغردقة يعتبر من المتاحف الأثرية الحديثة اللي تم إنشائها في 2020. متحف تم إنشاؤه لغرض معين، إن مدينة سياحية زي مدينة الغردقة في البحر الأحمر فيها سياحة كتير، فيها تنوع كتير جدا من جميع الجنسيات العالمية، فكان لازم نحط فكرة إن لازم يبقى فيه أثر للسائح ده، فكرة يعني يكسر جو الرفاهية شوية من سياحة شاطئية لسياحة أثرية. ان هو اوريدي بالفعل بتحصل رحله من الشركات السياحيه للاقصر والقاهره بيسموها الوان دي، فانا برضك حطيت له اثار عندي. فالمتحف فريد جدا، بيتكلم عن رؤيه الجمال والفن والرفاهيه في مصر القديمه، والمتحف فيه تنوع فريد جدا من اثار من عصور ما قبل التاريخ لحد اسره محمد علي. طب من 1400 قطعة أثرية، إيه أبرز القطع اللي هناك وقصتها إيه؟ عندنا القطع الأثرية الفريدة أو المحورية اللي بيتكلم عنها المتحف، قطعة للأميرة ميرت أمون بنت الملك رمسيس الثاني أعظم ملوك الدولة الحديثة الأسرة 19، من اكتشافات مدينة الأقصر، قطعة فريدة جدا، هي جانا من المتحف المصري بالتحرير، بنعتبرها القطعة المحورية للمتحف.
طيب يعني الترجمة بقى طبعا موجود هناك ترجمة، وفي طبعا يعني مختلف اللغات. اللي بيتعرض في المتاحف حاليا في الليبل اللي بتكون على كل قطعة أثرية أو في البانر اللغة العربية واللغة الأجنبية، بس معظم العاملين والأثريين اللي بيكونوا موجودين في المتحف، بما أنها مدينة فيها جنسيات مختلفة، فالناس مكتسبة فكرة اللغة مثلا الروسية، الإيطالية، الفرنسية، الألمانية، فبنساعد بيها أي حد محتاج أي حاجة. طب سؤال بخبرة حضرتك كده، سؤال أخير أستاذ وليد، مين من يعني السياح أو من الجنسيات اللي بيقبل على سياحة الآثار والمعلومات والانجذاب لحضارات المختلفة وتحديدا حضارة مصر؟ دايما في السياحة الأثرية بينجذب لها السكان أوروبا أكثر، خاصة الألمان والفرنسيين، بس لا أنا عندي جميع سياحين العالم، يعني حتى عندي سياحة جنوب شرق آسيا سياحة كتيرة، السياحة التركية حاليا كتير جدا، من شهر فات مثلا كانت السياحة التشيكية والبولندية والسياحة الهولندية. دايما الغردقة جو البحر الأحمر كده، في فترات معينة للشركات والفيلات اللي بتيجي من أوروبا، فالفكرة كلها إن أنا يعني تقريبا المتحف عندي بيستضيف كل جنسيات العالم. يعني تدعونا بقى يا يعني أستاذ وليد، تدعونا للتصوير هناك. نعم؟ تدعونا للتصوير هناك كاميرا 8 الصبح. مفيش أي مشاكل يا فندم. أنا خلاص كده يعني قبلت الدعوة. لا تشرفي وتنوري يا فندم، المتحف جميل جدا والآثار اللي فيه جميلة جدا، ولسه عندنا عرض مؤقت للملك توت عنخ آمون، 10 قطع أثرية فريدة جدا للملك توت عنخ آمون. لا المتحف فعلا في لجنة السيناريو العرض اللي حاطين المتحف بيبهر أي حد بيدخله، هو رغم إنه متحف صغير بس عايز أقول لحضرتك ال 1400 قطعة كل قطعة بتحكي قصة، كل قطعة أوريدي فعلا كل قطعة تحسيها إن هي بتتكلم بتحكي قصة. لا إن شاء الله لجنة السيناريو العرض عملت عرض جميل جدا في المتحف. إن شاء الله يبقى لنا زيارة لحضرتك في متحف الغردقة، نزور المتحف ونظهره إلى الناس، لأنه قيمة هذا المتحف الحقيقة قيمة كبيرة جدا، ما دام بيحمل آثار مصرية وحضارات مختلفة. أكيد يشرفنا إن احنا نكون متواجدين مع حضرتك الأستاذ. طبعا بشكرك أستاذ وليد علام المشرف العام على متحف الغردقة، الحقيقة شيء جميل جدا جدا. وتعالوا بقى ننطلق من الغردقة نروح الأقصر، وقصة حب وجواز مختلفة جدا، اتنين شخصين بيحبوا بعض وهما موجودين في مطار البالون الطائر غرب محافظة الأقصر. تقدم سائح أمريكي الجنسية بطلب الجواز من صديقته خلال تواجدهم في البالون أو رحلة البالون الطائر في سماء الأقصر، وسط طبعا أجواء من الفرحة والسعادة اللي طبعا يعني كانت موجودة، كان في بهجة. الأمريكي أو الشخص اللي طلب الجواز اسمه سكوت وصديقته اسمها فايز، قرر ان هو يتجوز او يطلب جوازها بشكل مختلف. سافروا هنا لمصر وقرروا ان هم يعلنوا عن جوازهم من مصر. الحقيقة من الأفكار الحلوة قوي انه شخص يقرر ان هو يطلب الجواز بشكل مختلف، بعيدا بقى عن الأفكار التقليدية اللي اعتدنا عليها انه يطلبها في مكان يعني في البيت، او يروح يطلبها مثلا في التليفون، او يعلن عن حبه ليها وسط اصدقائه مثلا قاعدين في مكان. لا هو قرر انه يسافر مصر ويأجر رحلة للبالون او بالبالون الطائر، وان هو يعلن عن حبه وجوازه ليها. اختار ليه الفكرة وعشان ايه؟ يعني افكار بقى مختلفة بنشجع بيها طبعا الشباب، انه لو انت عايز تفكر انك تعلن عن حبك وعايز تطلب الجواز من بنوتة اللي انت بتحبها، فكر بافكار مختلفة، لانه الميموريز يا جماعة دي هي اللي بتبقى، وهي دي اللي بتسيح او بتدوب الخلافات فيما بعد. انه احنا كبنات هديكوا كده نصيحة سريعة، سيكولوجية البنت بيفرق معاها قوي الميموريز قوي، والتفاصيل الصغيرة دي جدا جدا، وحتى بعد كده لما بيحصل خلاف ما أو بيحصل مشكلة أما بترجع بعد كده وقتها ممكن تتعصب وتتنرفز، ولكن لما بتقعد مع نفسها بتفتكر التفاصيل الصغيرة دي بتحن وبترجع إنها تقعد تاني وتتكلم وتنسى الخلافات وبتتجاوزها. فبالتالي حاولوا مع بعض إنك أنتوا
تخلقوا أو توجدوا ذكريات ما بينكم لطيفة، سواء بقى في بداية الإعلان عن الجواز، أثناء الزواج، تفاصيل معينة في عيد ميلادها، التفاصيل دي. وحتى دايما بقول انه لو انت عايز تجيب لها هدية مش لازم يكون الهدية بالشكل التقليدي، ولكن اعمل لها فكرة مختلفة، مش فكرة القيمة المادية، ولكن بنتكلم عن قيمة الفكرة نفسها. فيعني طبعا بنرحب بيهم دايما ضيوف مصر، ودايما كده مصر تكون هي الشاهد على علاقات الحب والجواز. تعالوا بقى نروح لي فاصل، وبعد الفاصل استكمال فقرات 8 الصبح. رجعنا لحضراتكم من جديد. طبعا احنا في هذا الشهر خلاص هنستقبل فصل الخريف، وطبعا فصل الخريف ممكن يبقى مرتبط ببعض يعني هنقول الفيروسز او الميكروبات اللي بتصيب الحقيقه بعض المرضى من الجيوب الانفيه، وده بيسبب لهم الحقيقه مشاكل واختناقات كتيره قوي نتيجه طبعا يعني يعني ملامح هذا الفصل. طب ازاي نتعامل مع الفصل ده لمرضى تحديدا الجيوب الانفيه، وبشكل عام ازاي نقي من الاتربه والفيروسات اللي ممكن احنا نصاب بيها؟ ده مع الدكتور محمد نجيب، استشاري الانف والاذن والحنجره بجامعه عين شمس. صباح الفل. صباح الفل يا فندم، ازي حضرتك؟ صباح النور. هنتكلم الاول عن يعني ابرز الامراض اللي ممكن الانسان يصاب بيها بشكل عام قبل ما ندخل على مرضى الجيوب الانفيه، اللي ممكن الانسان يصاب بيها نتيجه فصل الخريف. هو الامراض بتبقى في الجهاز التنفسي العلوي والسفلي. العلوي طبعا مختص فيه انف واذن وحنجره، السفلي اخواتنا بتوع دكاتره الصدر، استشاريين الصدر، هم اللي متخصصين بالجهاز التنفسي اللي هو السفلي. يعني بتنفصل ده عن ده؟ طبعا ده تخصص وده تخصص، بس طبعا مرتبطين ببعض، لان في ناس بيبقى عندها الاثنين، يعني حسيت الانف وحسيت الصدر فبيعانوا معاناه شديده، فدول اكتر امراض بتيجي. حسيت الجلد يعني ساعات وساعات، بس الاصل حسيت الانف وحسيت الصدر، دول اكتر حاجات بتحصل بتزيد في الخريف جدا، عشان تغيير الفصول، عشان ممكن الصبح يبقى حر شويه اللي يبقى ساقعه، يعني تغيير الفصول ده خطورته في اكننا احنا بنتبسط واتربه غير بقى التراب، بس التراب اكتر بيبقى في الربيع. الخريف بقى ما بيبقاش الاتربه، بتبقى اكتر التغيير اللي هو ساقع لسخن، ان هو الصبح 24 بالليل 6، هي التغيير العظيم البسطره دي اللي احنا بنحصل لها دي. والناس ساعات ايه، احنا برضه في مصر ايه، لا الدنيا لسه حر، لا الدنيا احنا بنقاوح شويه، عشان في ناس كتير بتحب الحر، يعني احنا بنقاوح شويه، لا لسه الدنيا حر، الدنيا حر، فالناس ما بتتقلش بسهوله، يعني مثلا من لحد مثلا نص 11 بلاقي ناس عادي مخففه ولابسه صيفي ونص 11 في مصر. طيب هل التغيرات المناخية سببت انتشار فيروسز اكتر في الفصول دي؟ ده اكيد. ولا ولو ده مش في الفصول دي بس، في الفصول القريبة، يعني احنا في الفترة المتحور اللي هو يعتبر ال 14 من الكورونا كان شغال كويس كتير جدا في فترة الصيف. فتخيلي بقى احنا في الشتاء هيحصل ايه، في الخريف والشتاء هيحصل ايه، اللي هو متحور 14، في اللي هو المخلوي اللي جانا بسبب العمرة والحاجات دي، ما العمرة فتحت في 2022 ظهر فيروس جديد اللي هو المخلوي، ده بقى منتشر جدا موجود في مصر، والحمد لله خفيف وبيتعالج وكل حاجة، بس صعب وبيعمل مشاكل في الجهاز التنفسي العلوي، وكحه شديده بتقعد بال 40 يوم وال 50 يوم، ففي فيروسات جديده ظهرت. طبعا، ومش بس مع الخريف، لا ده كمان موجوده في الصيف، ده كان دايما الموسم بيبقى بتاع الفيروسز الخريف والشتاء، لا ده الصيف كمان بقت فيه فيروسات دي قويه ان هي تكمل في الصيف معانا عادي. طب هنتكلم بقى التخصص بتاع حضرتك اللي هو الجزء العلوي. بالظبط يا فندم. اللي هو الجيوب الانفيه. لحد الحنجره. بالظبط. طيب من هو اكثر شخص عرضه للجيوب الانفيه؟ هل هو جيني؟ هل هو اسباب العامل الوراثي؟ زي ما حضرتك قلت، العامل الوراثي مهم جدا، يعني هتلاقي الكلام ده ماشي فاميليال في العيله، عائلي، الوالده كده فالوالد كده، حسيت صدر ورث انف، او انف تورث صدر او جلد، فالحساسيه ماشيه في العيله دي حساسه، ممكن من الاكل، ممكن بعض الادويه. زي ايه الاكل مثلا؟ الاكل اشهر حاجات الفراوله والشوكليت والموز، يعني عارف الشوكليت ده هيزعل كتير من البنات يعني، بس هو الشوكليت يعني الشوكليت والفراوله والموز اكتر حاجات بتزود حساسيه الانف، في ساعات بعض الحاجات المانجا، بعض الحاجات دي جديده دي يا دكتور عليا. حساسيه الاكل، الاكل نفسه يهيج الجيوب الانفيه، او يحصل حاجه في الجلد، يطلع حاجه في الجلد، فاحنا بنقول للطفل ده او الحد او حاجه زي كده امنع. حتى في حاجه دلوقتي حساسيه قلبان، حساسيه غيزه في الاطفال تسبب جيوب انفيه؟ لا، حسيت قلبان ما تسببش جيوب انفيه، بسبب بقى لا انا بتكلم على الوجبات. جيوب الانفيه الفراوله والشوكولاته والموز اكتر حاجات عندنا بتسبب الجيوب الانفيه، بتزودهم في بعض العيانين، عشان برضو ما نعممش. بعض العيانين لما ياكل الحاجات دي او ممنوعها الدنيا بتهدى معاهم جدا. طيب يعني هو اسباب جينيه؟ معظم الحاجات اسباب جينيه، وفي بقى عوامل جو،
عوامل الجو، الاتربه، الروائح النفاذه، المنظفات، الحاجات الكتيره في البيت، عندنا منظفات كتيره في البيت دي، البخور، العطور العنيفه، الحاجات دي كلها بتزود الموضوع. طب هل الجيوب الانفيه يعني مزمنه طول السنه ولا هي مرتبطه بمواسم؟ على حسب بقى العين حضرتك، هو معظم العيانين بيبقوا موسمي، اللي هو عيان الربيع والخريف. الباقي بقى يعني اللي هو بيعانوا بقى دول بيقعدوا طول السنه. انا في الصيف تعبان، ايه اشهر الاعراض بتاعت الجيوب الانفيه؟ اول حاجه الصداع، يعني العيان بيشتكي صداع، هيفرتك دماغه فين بقى؟ عشان انا عرفت ان في انواع للصداع. بالظبط، هو الصداع بتاعنا احنا بالذات بتاع الجيوب الانفيه مميز في ايه؟ ان هو بيجي في مكانهم 1 2 3 4 5 6 في الحتت دي، النقاط دي اللي هي من عند هنا 1 2 3 4 5 6 وفي جيبين هنا، بس عاده ما صداعهم مش عنيف. الست جيوب الاساسيه دول هم 8، هم السته الاساسيين دول. ويزيد بالذات لما نيجي نوطي، بالذات بين في مع المسلمين بيبان في الصلاه، لما نيجي نصلي كده ما تسجد يقول لك انا مش عارف اسجد، مش عارف اركع من كتر الالم. اول شكوته رمض، انه عينه مش قادر، عينه فيه تقل عليها، بيروح لزمايلنا بتوع العيون ويجي يبعته لدكتور الجيوب الانفيه. طيب هل النقاط اللي حضرتك تحدثت عنها اللي هي دي بالظبط كلها بتصاب؟ لا مش، لا مش شرط يا فندم، مش شرط، بس هم متصلين ببعض فعاده بيصابوا مع بعض، بس ده عاده. بس في عينين بيبقى هو ده بس يجي يشاور لك هو دي الحته تعباني، الحته دي تعباني، وتزيد برضو. ما اهم حاجه حته الرجوع، من الركوع والسجود، لان في ناس يقول لك انا بخف اول ما اركع واسجد، لا ده خالص، ده يبقى لازم يدور على حاجه ثانيه مش مالهاش علاقه بالجيوب الانفيه. غير بقى اعراض اخرى زي الرشح والعطس والاكلان، يعني لو معاه حساسيه دول الثلاثه الرئيسيين، رشح وعطس واكلان اللي هو الحكه، انه يبقى عايز يقطع مناخيره من الهرش. هل بيشعر باختناق في التنفس؟ دي بقى مراحل متقدمه، يعني هو بقى ساب نفسه لحد ما كونت لحميات والقرينات الانف او رفوف الانف، الغضاريف اللي بنسميها الغضاريف دي، نامت جدا لدرجه ان هي قفلت الانف خالص. فده مش بيأثر بس على انسداد الانف الصبح، لا ده ممكن ينام وهو بيشخر، تعمل مشكله اجتماعيه، يختنق اثناء النوم، مشكله صحيه، يبقى الاكسجين ناقص طول الوقت، تركيزه قليل، ذاكرته الحديثه اللي فيها مشاكل، يصحى متكربج، انا عايز انام تاني لان النوم ما كفانيش، ده مشاكل نوم عنيفه، اضطرابات، ويروح بيشتكي من دكتور، يروح لدكتور نفسي عشان عنده اضطرابات نوم، هو اصلا مشكلته عضويه لانه ما فيش اكسجين. طب بنكتشفها يعني بتولد بيها؟ لا طبعا دي ولا بكتشفها على كبر؟ نادرا ما حد بيتولد، يعني بتتولد بيها دي، الحساسيه دي حاجه مش نادره، الام بتكتشفها مع الوقت، ده حاجه نادره، الاصل ان هي ممكن نكتسبها لحد معانا لحد سن 60، يعني في ناس 40 و45 بيجي لها حساسيه جيوب انفيه. لا انا اقصد ان اكتشافها بيبدا من بدري؟ من بدري الاطفال لو عندهم حساسيه انف، ايه الرضاعه، لو نقولنا خالص بقى الرضاعه مش قادر يرضع يا دكتور، بياخد الرضعه ويرجع تاني، بياخد صدر الام ويرجع تاني، ياخد الرضعه ويرجع تاني، مش قادر يكفيه، مش مكفيه، لان هو بيتنفس وياكل منين؟ من لان مناخيره مسدوده، فده عاده بيبقى عنده لحميه كبيره مولود بيها او مع الحساسيه زادت. اوكي، يعني انا ممكن انسان يعيش مثلا سنين من عمره ما عندهوش وتجيله فجاه؟ 40 45، بنشوف ناس 40 45 يقول لك عمري ما كان عندي اعراض، عمري في حياتي حتى ما رحت للدكتور بطنه عشان خاطر حاجه بتنزل من مناخيري. في ناس تيجي فجاه، في ناس اول شاكوتها بتيجي يقول لك ريحه كريهه من الانف، هي جايبه جوزها، هو جايب مراته، هي ريحه الانف مره واحده اتغيرت، اصلا مش صداع بقى ولا رشح ولا عطس، اول حاجه بسبب الصديد اللي موجود او الافرازات. ده يبقى برضو سبب وراثي؟ بيسبب هو اكبر، يعني اكبر عامل من عوامل الجيوب الانفيه العامل الوراثي، بتزوده البيئه، يعني لو بني ادم عايش في سويسرا وسط زرع خفيف وما فيهوش مشاكل وبتاع والبحيره وعايش، ده هيبقى جميل، يعني مبسوط ويخف وزي الفل. يعني انت لو لسه في التقرير جايب الغردقه، والناس اللي في الغردقه والشرم الشيخ عايشين حياه جميله، يعني ما فيش حد هناك مثلا عيان جيوب انفيه، ده حاجه نادره. ليه بقى؟ البحر نعمه، البحر نعم، اصلا الميه بملح، الميه بملح ده علاج للمناخير، فتخيلي بقى انت قاعد على الميه وملح طول حياتك. طب قبل ما هنروح للعلاج، هل ممكن الجيوب الانفيه تسبب امراض للمعده؟ هل طبعا امراض اخرى؟ ترفع ضغط الدم ساعات بعض الاحيان، زي ما قلت حضرتك بتعمل اختناق اثناء التنفس، نقص الاكسجين في الدم في الجسم، بتعمل مرض اسمه ارتفاع ضغط الشريان الرئوي، ده نادر جدا بس لما بيحصل دكاتره القلب بتتعب معاه عشان تعالجه، بتعمل مشاكل في المعده بسبب السائل اللي نازل من المناخير من الخلف، لان ساعات الناس ما بتنزلش بس من قدام، يقول لك انا عندي بلغم يا دكتور واقف هنا اهو، يبقى حاسس دايما حاجه خانقاه طول الوقت هنا اهو، تنزل منها جزء فين؟ في المعده، فيبقى متضايق ويبقى يجي له ارتجاع مريء وامراض معده، وهو عمال يتعالج معده وسايب السبب الرئيسي. طب هل ليها علاج نهائي ولا بتفضل خلاص ملازم للشخص؟ عيان لسه في مراحل اولى بادويه حساسيه خفيفه حتى من غير بخاخات بيخف،
عيان اللي هو عيان ذكي بيلحق نفسه او ام ذكيه بتلحق ابنها بدري، عيان بيستنى على نفسه لحد مراحل متاخره بنوصل للجراحه ان احنا نعمل عمليه، والعمليه برضو مش علاج نهائي للجيوب للاسف، لما بنعالج جزء اللي هو مثلا عايز يتنفس فبنخليه يتنفس، لكن هل هتمنع الرشح؟ لا. هتمنع العطس؟ لا. هتمنع الاكلان او الحكه؟ لا. هتمنع الصداع في بعض الاحيان، لكن النفس هو اللي نقدر نوعي العيان بيه، ان احنا نقدر نرجع لك نفسك، ان انت تقدر تتنفس من مناخيرك، اكتر من كده ما نقدرش، لانه محدش مفيش حد حاجه اسمها حساسيه تتعالج بجراحه. يعني مفيش جراحه تعالج الحساسيه، هنعالج اثرها. اوكي طيب. حضرتك تحدثت عن العلاج بقى بالملح او بالميه. حلول الملح ده والميه الدافيه بالملح ده نعمه. ادينا بقى حضرتك الوصفه. الملح العادي جدا من الصيدليه. ملح الاكل؟ ملح. لا. مال. محلول الملح. محلول الملح محلول العالم. محلول الملح الايزوتونيك اللي هو موجود في الصيدليه اللي هو 0.9 تركيز 0.9 مش الملح، عشان ما حدش يعمل حاجه في البيت دلوقتي. ما انا حضرتك بتقول ملح فالناس ممكن دماغها تروح للملح. انا دجال مش دكتور. لا 0.9 ده موجود في الصيدليه بيتباع عادي جدا، المحلول بيتعلق للعين في المستشفيات يا مدام داليا يا استاذ داليا، فبناخده بالسرنجه ونشيل السن ونحقن بيه 10 15 سم وبينفع الاطفال. في بقى حاجات معده مش هنقول طبعا اسمها عشان اعلان، في حاجات معده موجوده في الصيدليه جاهزه محلول ملح متعبي وليه الرشاش بتاعه فجاهز ممكن انت تشتغل بيه، وفي حاجات صغيره حاجه اسمها جنتل جيت، حاجات جيت صغيره للاطفال على قد الاطفال عشان ما تعورهمش، وفي حاجات سترونج جيت للكبار يقدروا يشتغلوا بيها. طيب هل في وقايه بقى يعني شخص ما عندوش ده؟ هل في وقايه اقدر اعملها اول باول يعني ممكن انا كشخص ما عنديش جيب انفيه بس نوع من انواع التنظيف خايف ممكن يعملها المحلول الملح ده جميل جدا جدا بس لا انصح بيه لمرضى اللي عندهم صديد عنيف دلوقتي، يعني ايه العيان اللي ما اقدر ما اقولوش محلول ملح حالي لو عنده صديد عنيف جوه مناخيره وريحه الانف كريهه وصداع شديد وسخن ما اقولوش لا والنبي نزل بقى انت الصديد بايدك لورا، لكن هو التنظيف العادي مناخيري مكتومه النهارده لا اخد دواء فيه كيمياء مبخخات فيها كورتيزون او نقط ولا محلول ملح، محلول ملح كفه وقضي، يبقى انت غالبا مش عيان جيوب انفيه مزمن او انت كده بتقلق يعني نفسك. ممكن استخدمه كشخص شخص يستخدمه من نوع من انواع التنظيف العام التنفس العام صباحا كده مع مثلا الوضوء ولا حاجه يعمل محلول الملح ده الصبح وواحده بالليل وهو نايم زي الفل. دايما يتقال لنا انه الاكسجين ممكن يوصل للدماغ من خلال ان احنا نستنشق كده، فممكن لو انا استخدمت محلول الملح يعمل نوع من انواع يعني التسليك فيدخل اكسجين اكتر، معرفش انا بفتي ولا ايه بس انا قلت اسال. لا لا صح يا فندم، هو احنا اصلا بنشم ازاي وبتنفس ازاي ان المقاومه المناخير تبقى بحد معين، لو زادت او قلت هتبقى مشكله، فلو مقاومه المناخير دي دخلت الهواء صح هشم صح واتنفس صح، لو قلت جامد هيبقى الهواء داخل ساقع يقول لي داخل هواء ساقع في مناخيري فمش هتبسط، لو زادت جامد انا مخنوق واحد قافل لي مناخيري فزي ما حضرتك بتقولي لا طبعا لو هي سلكت معاك والنفس حلو محلول ملح ناعمه لا يضر، لو ما نفعش عيان لا يضره لا يضر بالظبط، فبالتالي ممكن يوصل الاكسجين يعني يبقى فيه ارتباط ما بين استنشاق نظيف لو نفسه فتح، يعني اقدر اقول كده لو نفس نفسي فتح بعد البتاع حسيت بانتعاش في حياتي يلا اتفضل تمام. طب مرضى حساسيه الصدر السفلي ممكن يستخدمها؟ ممكن زي ما لو عنده حساسيه انف، لو عنده حساسيه انف وعنده حساسيه صدر بس هيستخدم ده ليه؟ مش هيوصل له مش هي برضه هينوع من انواع ال مش هيوصل له يا فندم لان هو الحنجره كده كده مانع، ربنا سبحانه وتعالى احنا بنشرق في بلعه الريق، فلو ميه دخلت عمر ربنا عامل الحنجره دي مانع ان هي تنزل اي ميه في الرئه. طب سؤال اخير بحكم حتى عم بتتعامل مع المرضى، ايه الاخطاء الشائعه او الافكار الشائعه اللي تورطناها وحضرتك بقى يعني عايزين نصلحها النهارده؟ ان في ناس بتقعد تستخدم مراهم وحاجات كده ووصفات اعشاب وحاجات زي كده تحطها في مناخيرها، في ناس حد ربنا يهدي يعني الناس يعني حد يقول لهم حط خل في مناخيرك هتحس بانتعاش رهيب، يعني حاجات غريبه جدا وعنيفه وتضيع الشم ساعات، استخدام النقط ده انا بشوفه ده يعني حاجه ده جريمه طبيه. نقط ايه؟ نقط الانف. استخدام نقط الانف لفتره طويله، في ناس مدمنه نقط انف بتبقى حاطط العلبه في طبلوها الكبيره الخضراء دي. لا الخضرة ما فيهاش مشكلة مع ان فيها كورتيزون بس ما فيهاش مشكلة كتير لكن الصغيرة بقى الخطر جدا دي اللي هي اغلى واحدة في السوق ب 18 جنيه مش هقول اسماء خلاص وفي واحدة مشهورة جدا بتعملها اعلانات على كوبري 6 اكتوبر جدا خلاص احنا ما بنحبهاش اكتر من 3 ل 5 ايام 10 ايام كده يبقى انا كده عملت جريمة كده كتير لان في ناس بتستسهل في ايه يروح الصيدلية هات لي نقطة انا عايز افتح مناخيري حالا فعلا هو مخنوق ماشي ممكن تستخدمها حاجة طارئة لا في ناس بقى حبيتها ده جميلة فيخليها في شنطة مراته وفي طابلوه العربية وعند مامته ده ضرر ده بياخد بيها بالباقي يعني بيروح للصيدلي يقول له بالباقي هات لي نقط لان خلاص هو بقى ادمنها لان بسطاه انا مبسوط ونفسي طول الوقت ايه ايه اثرها؟ اثرها على المدى البعيد ضايع حاسه الشم ممكن تعمل نزيف من الانف تنشف المناخير تبقى انت بتتنفس ومش مبسوط لان مناخيرك مش منديه مفيش ندى ربنا سبحانه وتعالى خلق في العين دموع عشان تناديها في البق لعاب عشان يبقى ينديه انت شلت الندى بتاع خلقه ربنا انت بتلعب في خلقه ربنا.
انا بشكرك الحقيقه على النصائح والروشتات السريعه اللي احنا طبعا لمرضى الجيوب الانفيه او المرضى الصدر بشكل عام العلوي. انا هو بقيت دقيقه وعلميه دقيقه. بشكر حضرتك الدكتور محمد نجيب استشاري الانف والاذن والحنجره بجامعه عين شمس، وانتظرونا بعد الفاصل واستكمال فقرات 8 الصبح. ويبتدي يوم جديد، شمسه تنور كل طريق، نهاركم سعيد بابتسامة تجعل الخير والرزق يزيد. ده اليأس كافر والخوف ساتر، بينك وبين حياتك والعالم سنين وخبت جوه انا حكاية، خايفين نعيشها وننساها. صباح الخير من تاني هنبدأ رحلة تودينا لأيامنا. صباح الخير. رجعنا لحضراتكم من جديد. موضوعنا النهاردة بنتكلم عنه كتير بس عشان هو مهم جدا، وحنفضل نتكلم عنه أكتر وأكتر لأنه ما زالت هذه المشاهد بنشوفها ومستمرة، وهو استخدام الطفل الصغير للتليفونات أو الأجهزة الإلكترونية من وهم أطفال صغيرين قبل الست سنين أو الخمس سنين. كل الأبحاث بتقول ما ينفعش أن الطفل يمسك التليفون قبل سن الست سنوات. مش بنقول أن احنا نمنع، ولكن بنقول أن استخدام المفرط وأنه فكرة الأمهات اللي عايزة تنشغل بحياتها فتدي الطفل التليفون علشان هو يبعد بزنه، فده الحقيقة ليه تأثير صحي ونفسي كارثي على الطفل. طيب ايه اخر الاحصائيات اللي تمت اللي خلت النهارده يبقى في نقص الخطر من فكره استخدام الاجهزه الالكترونيه دي على اطفالنا، وبقى في تحرك من كمان يعني المجلس القومي للطفوله والامومه واستشاري تعديل السلوك؟ هنعرف تفاصيل اكثر عن الموضوع ده من الدكتور نور اسامه استشاري تعديل السلوك وعضو المجلس القومي للطفوله والامومه. صباح الفل. صباح الفل. أولادنا خلاص أصبحوا يعني بيتولد أول ما بيمسك التليفون حقيقة. وماما على طول سايبهوله علشان خاطر نوع من أنواع يعني ينزل من على دماغها حقيقة. إيه المؤشر اللي انتوا شفتوه خلتونا إن احنا نبدأ ننتبه إن احنا لازم نوعي بأضرار المشهد ده؟ طيب المفوضية الأوروبية أكدت إن 175 ألف طفل في اليوم بيبدأ يستخدم الانترنت للمرة الأولى. يعني احنا بنتكلم ان كل نص ثانية او اقل من دقيقة في طفل مستخدم جديد للانترنت. اكدت ان بين كل 3 مستخدمين في مستخدم واحد طفل، يعني بنتكلم في نسبة اعلى من 33% من اللي بيستخدموا الانترنت او السوشيال ميديا هم اطفال. في 15 دولة فيهم أكبر نسب استقطاب لجامعات المتطرفة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، فيهم 6 دول عربية وفيهم 6 دول أفريقية بيتم استقطابهم عن طريق حاجة اسمها نموذج الشبكة. الأطفال اللي بيقعدوا أكتر من 32 ساعة أسبوعين قدام الإنترنت بيتم توجيههم برسائل معينة، وبيعرف إيه المشاكل اللي عنده من خلال أكاونت فيك بيخش عنده ويبدأ يتواصل معاه لحاجة مش مناسبة لسنه. ببدأ أبعت له الداتا اللي هو على حسب نوع الشخصية عشان بيتم استدراجها من هذا الأساس، ثم حاجة اسمها الإرهاب المعلوماتي. بعد كده بيتم الاستقطاب دون السن. ولما بنتكلم عن أطفال احنا بنتكلم عن 0 لحد 18 سنة عرضة للاستقطاب بكل بساطة. طب هرد عليك بصوت أنا بسمعه، يعني هو الطفل بتكبروا الموضوع قوي كده ليه؟ ده قاعد بيتفرج على فيديوز، ده قاعد بيتسلى بكرتون، ايه يا جماعه انتم افورين الموضوع قوي كده ليه؟ كنا دايما بنقول ان الفيديو جيمز وسيله من وسائل الاستقطاب حقيقي، فبرضه عايزين نتحدث بقى اهو من معانا متخصص.
طيب انا عايز اقول لك ان في الحروب عموما يعني قبل حرب العراق كان في نزل العاب الكترونيه قبل الدخول لاستقطاب الاطفال. الحرب العالميه الثانيه استقطاب 250 الف طفل شارك في الحرب. الحرب العالميه الثانيه تم استقطاب اكثر من 300 الف طفل. اللي بيحصل ان هم بيعرفوا ايه نوع شخصيه ابني اللي بيتم استدراجه. طب بيتم استدراجه على اي اساس؟ الاهمال والتهميش. الاطفال بيقعدوا قدام فترات طويله قدام السوشيال ميديا فالاهل مش مهتمين بيه. فاقدر اكون عنصر امان فابدا اعمل له لعبه. اللعبه دي هو زي بنسميها متلازمه، متلازمه ده العالم الافتراضي. فتعلق بيها فالسيرتونين والدوبامين والاكسترين في المخ بدا يتعلق اللي هو نسبته تعلى وانا بستخدم هذا الشيء فاصبح ادمان سلوكي. فيوم اللعبه تقول لك اطلعي اعملي حاجه فلانيه، طب ما تشنقي نفسك، طب ما تعملي كذا. حصل في الحوت الازرق، حصل في الجنيه الناريه، وحصل في اكتر من العاب. هو استقطاب لادمان سلوكي، ادمانك عاده معينه، شرب قهوه لمده شهر او شهرين فانت ادمنتي هذه العاده. طيب مع الاهمال والتهميش ممكن ابدا فابدا احط مشاهد اللاعب الفضولي اللي هو بيحب يكتشف، فده بيتم استخدامه في الاستخبارات اللي هو استعلام عشان الاطفال مش هيبانوا، الاطفال ما فيش اي حاجه مجال للشبهات تماما. فيبدا يتم استقطابه بشكل سهل. طيب ايه التحرك؟ يعني خلينا نتكلم الاول عن النطاق اللي حوالين الطفل، البيت، الاسره، لانه النهارده لما بعض الاسر لما هتسمع حضرتك هتتخض، اول حاجه هيعملوها وده خاطئ برضو، اسحب تليفون، اسحب اسبق، اسحب وامنع امنع امنع، اللي احنا برضو ضد ده. فشايف ايه الوسيله؟ ولو قلنا ما تعملوش ده الاولياء الامور له، طب يعني نمنع ولا ما نمنعش؟ فايه الطريقه السليمه للتعامل في المواقف اللي زي دي؟ انا كنت في كتاب ليا كنت كاتب الطبيب اللي بتاع الولاده ما يقدرش يحدد الولد او البنت هيطلعوا مهندس او دكتور او حاجه اي نوع من انواع المجالات شاطر. هو احنا اللي بنحدد ده، اللي بيحدد هو النطاق اللي حواليه، الاسره، الاب والام، المدرس والمدرسه، نطاق تعديل السلوك، الاصدقاء والسوشيال ميديا. فمين المسيطر في هذا النطاق؟ مين قاعد بيكلم مع الطفل؟ لما باجي اسيب لابني الموبايل من هو اول 3 سنين في حياته عشان اخلص بقى من زنه، فهو بيعرف يبتزني عاطفيا، فانا بطلع طفل غير سوي اول 3 سنين. ليه؟ عشان هو مفروض المسارات العصبيه اللي بتاعه تركيز و تاخر لغوي. طبعا بيتاخر في النطق، ما عندوش الحصيله اللغويه اللي هو يتكلم بيها كفايه، الادراك الحسي، الادراك اللغوي، تنميه مهاراته، فعنده مشكله في التواصل مع المجتمع، وخصوصا لو كان الجيناتيك هو طالع الاب والام خجول شويه، فانا بزود عنده الى الطفل الصامت الذي لا يتحدث، فانا بعمل انعدام ثقه بالنفس. فانا طالبه من طفل غير سوي ايه؟ طفل ما عندوش كامل ثقه بالنفس ان هو يعبر عن ذاته، هيتعرض للتنمر الالكتروني، للتنمر العادي، هيبدا يوافق بالتنمر عشان يبدا يشعر بذاته، هلاقي سوء في التحصيل الدراسي. فاحنا لو بنتكلم عن الاسره، لا هو اهم دور. انا دايما بقول ما نتعلمه في احضان امهاتنا لا يمحى ابدا. فانا بقعد فترات طويله ايه مع ابني؟ دايما بنقول مثلا لا انا بقعده عشان يتعلم لغه، عشان ياخد لغه. هو بيحب اي شاشه، اي حاجه لطيفه جدا، فهو بيبدا ينجذب بهذه الالوان. وعلى فكره من حاجات الهويه الجنسيه اللي احنا عندنا بقى فيها مشكله وادمان الجنس للاطفال، وبنلاقيه بعد كده حاجات كتيره جدا، هو بيبدا من انا بسيبه فترات طويله قدام السوشيال ميديا وقدام الانترنت. فاحنا بنقعد معاه قد ايه؟ طب انا دايما بقول مش همنع، انا هوجد البديل. فالام بتقعد مع ابنها قد ايه؟ تديله حصيله لغويه، تديله القصه اللي حاببها، اسماء الحيوانات، اسماء النباتات. ابني بيفهم. الاي كيو هي ماده رماديه في المخ ممكن تكون متفاوته، بنتكلم 90 120، غير كده مفيش مشاكل خالص. الفكره في تنميه المهارات، هل انت نميت مهاراته؟ جبت له مثلا تدريبات برين جيم، علمتيه اي بي سي، الحاجات الف بي بازل، الحاجات البسيطه اللي تنمى مهاراته. طب هو فاهمك؟ اه فاهمك. طب مش بيتكلم ليه؟ عشان ما عندوش حصيله لغويه. فحضرتك لما تديله قصه فيها حصيله لغويه، المصطلحات الطبيعيه بتاعته، بياخد جزء من القصه دي، بيكون بيها حصيله لغويه، هيتكلم في التوقيت المناسب ليه. طب لو ما خدهاش، هو متاخر لغوي، فيتم التنمر عليه بعد كده. هيبدا يشعر ما عنده ثقه بنفسه، هيبقى بعد كده لو ما فيش حصيله لغويه هيبقى هايبر اكتيف، عنده نشاط زياده، ويتم الفوكس عليه ان دايما الطفل بيتحرك.
طب مش قادر يتعامل مع أقرانه، أو هيبقى انطوائي وانعزالي، أو لو كان مش شخصيته قوية هيبقى عنيف ومتمرد فمش هيكسب حاجة. طب هو لازم نعرف احتياجات كل مرحلة. يعني بنتكلم في الطفولة المبكرة لحد 4 سنين، ممكن يخش مثلا بريكي من 0 لحد 4 سنين، هو احتياجاته الأمان، إن أفضل أحضنه وأفضل جنبه وأبدأ أحكي له قصص. مثلا نور، نور بيحب التفاح، اه يحب التفاح، فدي له لحظه لغايه ابدا احكي له قصص عن بابا وماما وعن منطقه امانه وعن العالم الخارجي، وابدا امهد له لدخول المدرسه عشان قد لا يصاب برهاب المدرسه. فانا كلمت هذه المرحله على المرحله الاخرى، الطفوله المتوسطه من 5 سنين لحد 8 سنين، عنده مش عارف الفرق بين الخيال والواقع، فيجي يقول لك انا سافرت مع الميس مكان الفلاني، انمي مهاراته، يكتبها في قصه، يبدا يلونها، نبدا نغني، ابدا احمله مسؤوليه، يلا نوق سيرك مع بعض، يلا نشيل الطبق مع بعض، نشيل الكوبايه مع بعض. اه طبعا. ليه بقى؟ عشان المراهقه عباره عن افكار خدتيها بدري قوي عن سنك، فبقى عندي مراهقه، المراهقه تختلف عن البلوغ. ففي السن ده محتاج جسر التعاون اكتر، محتاج ابدا يتحمل المسؤوليه داخل البيت بشكل اكتر، ويتحمل مسؤوليه عامه، مسؤوليه مثلا يدفع حاجه في السوبر ماركت، مسؤوليه البيت في الباب. طب انا ليا سؤال برضو، وانا كان ليا راي في الاول وبعد كده انا غيرته. التيك توك الاطفال تحب الليبسينج، اللي هي تقعد تتكلم يعني بمشاهد افلام كوميدي، اغاني مطربين بيحبوهم. في الاول كنت اقول لا او ازاي وما ينفعش، وبعد كده حسيت انه شيء لطيف، لعبه. شايف انه ايه يعني؟ مش عارفه يعني، مش قادره اكون راي. شايف هو خطر؟ خوفا انا دلوقتي بكلم خطر مش على المخ، من تالتي انت دلوقتي بتوديه في عالم مش هتقدري عمرك ما هتقدري تتحكمي في نوعية التفكير اللي هيروح له. يعني زمان كنا بنقول حضرتك وممكن ولو سمحت، حاليا مش موجود. حاليا الكلمات الدارجة اللي كانت ممنوعة زمان في الشتايم بقت متاحة. فابني هيسمعها هيجي يعلي صوته ويشتم، فأنا هتعامل غلط. طب حضرتك ما سبتي قدام مادة إعلانية فيها حاجات فيها شتايم، بقت شيء طبيعي جدا. قد يشوف أشكال وفيديوهات غير مناسبة لسنه، فيبدأ عنده اكتشاف، فيبدأ يعمل سيرش، فيبدأ معرفش نوعية السيرش، نوعية الناس اللي ممكن هو بيعمل سيرش، ما هو ده بيوصل لي في الآخر لأفكار متطرفة، ممكن حد يبعت له هيشوف السيرش بتاعه، لو عجبه الموضوع هيبدأ يكمل في موضوع السيرش. يعني الموضوع مش مقتصر على الفاني تايم اللي هو أو اللعبة الليبسينج بتاعت التيك توك. تماما. ليه؟ هو عنده اكتشاف، والاكتشاف ده لحد 18 سنة. وبعدين لو دخلت في مرحلة 11 سنة هو شخص مجازف، واتعملت في امريكا حاجات كتيره جدا في ان القشره حتى الدماغيه واللوزه الدماغيه بتبدا تنمو في المرحله دي لم تكتمل، فيبدا عنده اكتشاف وفضول زياده عن اللزوم، والفضول ده ممكن يودينا في اماكن هو ما يعرفش الصح والغلط. حتى لما بنقول يعني ابني بيعمل ده عشان مكافاه، ده مش غلط، مش بيقول رشوه، بس هو لا ما يعرفش غير شيء غير الثواب والعقاب، فلازم عشان اعدل سلوكه اهدد سلوكه اسباب العقاب، بس ده مش معناه ان هو مدرك خطوره الموقف او خطوره الشيء اللي هو بيعمله. انا الحقيقه الموضوع ده احنا بنتحدث عنه كتير، ولكن المره دي الحقيقه حلقه مختلفه، وحسيت انه النصايح يعني تو ذا بوينت، واعتقد ان اولياء الامور يعني استفادوا من حضرتك، وممكن نعمل سلسله حلقات بعد كده مع الولاد نفسها. طبعا احنا كنا بدانا هنا في 8 الصبح ان احنا جبنا الولاد يناقشوا اطباء، ففكره انه انا بحب السوشيال ميديا، انا بحب النت، انا بحب الجوجل، انا بحب استكشف، فكان في حوار كده وبنطلع منه انه الطفل حي بيطلع بيقنعنا اكتر، ولكن احنا عايزين نقنعه برضه، وده جسر التواصل اللي حضرتك برضه يعني قلته لنا النهارده، فنستسمح انه احنا ممكن نجيب الاولاد اللي هم، وده دعوه انا اهو بعملها، ممكن نستكمل مع حضرتك دعوه للاولاد اللي بتحب الفيديو جيمز جدا جدا، واللي بيحبوا السوشيال ميديا جدا جدا، تعالوا نقعد ونتكلم. انا عارفه انه في خناقات مع ماما وبابا بسبب الموضوع ده، طب اوكي تعالى قول رايك وعبر عنه، وهيبقى في تواجد طبعا دكتور نور هيسمعك، ونتناقش نوصل مع بعض لارض مشتركه، لان هم دول هيبقوا رمز
للولاد التانيين اللي هيسمعوا. فبعمل دعوه اهو على الهواء ان شاء الله، كلموني ابعتوا لي قولوا لي احنا بنحب الفيديو جيمز وبنحب اللعبه الفلانيه او بنحب المواقع الفلانيه وبنحب نتفرج عليها، فابعتوا لي ونبدا ان احنا نتواصل معاكم ونجيبكم هنا في 8 الصبح في تواجد الدكتور اسامه او الدكتور نور اسامه. بشكرك دكتور نور، استشاري التعديل السلوك وعضو المجلس القومي للطفوله والامومه، وان شاء الله نعمل الحلقه دي قريبا ونسمعكم ونوجد معاكم حلول ونقنعكم، علشان خاطر في الاول وفي الاخر احنا خايفين على مصلحتكم. انتظرونا بعد الفاصل لاستكمال فقرات 8 الصبح. رجعنا لحضراتكم من جديد بآخر فقرات 8 الصبح. النهاردة أنا جايبالكوا فقرة، كل مرة ما بنتكلم عن الدايت بنكشر ونقعد نقول هنتحرم من الأكل، لا أنا النهاردة جايبالكوا بقى فقرة سعيدة جدا، لأن احنا عاملين دايت النهاردة وهنتكلم عن دايت جديد اسمه الدوبامين. الدوبامين ده اللي هو هرمون السعادة. طيب احنا لما بنتحرم من الاكل ومن السكريات وبنتحرم من الحاجات اللي بنحبها بنقعد فتره كده ملتزمين، بس بعد فتره لما بنتحرم بيبدا مودنا يكتئب، بنبدا نخش في مود الفقدان او الحرمان، فده بيخلينا ممكن بعد كده ما نكملش فناكل اكتر من الاول ونتخن اكتر من الاول. لكن النهارده بقى جايبه لكم كده بشره سعيده بدوبامين دايت. ايه فكره الدوبامين دايت؟ هل ده باكل فيه سكريات؟ هل باكل فيه اللي انا عايزه؟ بشتغل على وجبات معينه بتعلي هرمون السعاده فبتخليني اكمل دايت؟ ده هنعرفه من الدكتوره ولاء محمد، استشاري التغذيه العلاجيه. صباح الفل. صباح الجمال. الحقينا يا دكتور بالدوبامين دايت بسرعه. يعني دايت السعاده. انا عايزه دايت السعاده. ايه مكوناته الاول؟ بصي، هو دايت السعاده عباره عن اكلات معينه انا باكلها بترفع افراز هرمون الدوبامين عندي اللي هو هرمون السعاده، فبتخليني سعيده ومبسوطه طول اليوم. زي ايه؟ اكلات كتيره بقى، يعني احنا بنستخدم في الدايت ده الاكلات زي مثلا الموز، زي السبانخ، زي البروتينات اللي هي فيها دهون قليله، زي مثلا الخضروات الورقيه، الفواكه، في الافوكادو، في الفراوله، في التوتيات، الحاجات دي كلها لما بستخدمها في الدايت البلان بتاعتي بتسبب لي سعاده وبترفع افراز هرمون الدوبامين. طيب هل في شوكليت؟ هل في سكريات؟ طبعا إيه؟ لا سكريات لا، فرحينا. في حاجات بقى احنا هنمشي بيها. احنا معانا الشوكليت معانا، لكن السكريات دي حاجه ضد النظام بتاعنا، لان السكر بيديكي احساس وهمي بالنشوه والسعاده، وفي الاخر بيهبط سكر الدم، فبتحسي ان انت متضايقه ومتوتره نتيجه التهبيطه المفاجئه في سكر الدم. طب الشوكليت تقصدي بقى الدارك شوكليت؟ الدارك شوكليت بتفرز هرمون السعاده. طبعا الدارك شوكليت بتفرز، والكاكاو طبعا الخام بيساعد على افراز هرمون السعاده عشان فيها مضادات اكسده قويه، فاحنا لما بنستخدمها بشكل يومي فعلا بتحسن من مودنا ومن مزاجنا خلال اليوم. طب حضرتك قولي لنا يوم كده من ايام الدوبامين دايت. تمام. احنا ممكن افطر ايه واتغدى ايه واتعشى ايه عشان ابقى سعيده؟ طبعا عندنا المايسترو بتاع الدوبامين دايت البيض. البيض من اكتر الحاجات اللي بتجيب سعاده يوميه، لان البيض اساسا فيه احماض امينيه وفيه فيتامين بي 6، للاسف هما الاثنين مع بعض بيعملوا مزجه كده فبيرفع معانا الدوبامين. المسلوق والمقلي كله، البيض كله بكل انواعه. ممكن نعمل البيض وممكن نعمله مثلا اومليت بمعلقه زيت زيتون ونحط عليه السبانخ. السبانخ دي هايله، فيها الفوليك اسيد وفيها حاجات بترفع معانا معدل كمان الدوبامين. اعملهم مثلا في طبق، وممكن ما احط عليه فلفل الوان وفلفل احمر، فيه فيتامين سي مضاد الاكسده قوي، بيحافظ على صحه الخلايا العصبيه نفسها، فالوجبه دي تبقى بالنسبه لي متكامله جدا. فيها دهون صحيه وفيها بروتين وفيها الالياف الصحيه بتاعتي، ووجبه تدينا سعاده وطاقه خلال اليوم. طيب هل في فطار تاني ممكن للدوبامين دايت؟ طبعا احنا عندنا ممكن ناخد شرايح الفراخ، البروتين كفراخ. افطر فراخ؟ طبعا. في ناس بتحب تفطر بروتين،
او اجبان معانا. برضو نفس الموضوع، بنحط عليها معلقه زيت زيتون، نحط عليها رشه بذور زي بذور السمسم، بذور الكتان، البذور دي، البذور دي كمان هايله، فيها اوميجا 3. اوميجا 3 دي بتحسن من صحه الدماغ وبتحسن من الخلايا العصبيه عندي، فبتديني برضو سعاده ونشاط وحيويه طول اليوم. طيب الشوفان والالبان والمكسرات الصبح طبعا معانا، وكمان ممكن ناخدهم از سناك. يعني الشوفان هايل، حبوب كامله، في برضو بيساعد على افراز هرمون الدوبامين بشكل كويس. الحبوب الكامله معانا برضو، في ممكن ناخد توستايه حبوب كامله او توست شوفان مع الفطار اللي انا قلته لحضرتك من شويه. يبقى وجبه متكامله، وبتساعد كمان ان هي بتديني ايه، امتلاء، يعني بحس ان انا شبعانه وبحس ان انا مبسوطه، مش محتاجه ان انا القط طول اليوم او اكل عاطفي او اكل مرتبط بالمشاعر او الكلام ده كله. طيب السناكس بقى، السناكس دي متعدده، ممكن ناخد فواكه مع شويه مكسرات. التفاح هايل هايل، بيعلي الدوبامين. طبعا التفاح فيه حمض اميني التيروزين مع بي 6 اللي فيه هايل جدا، والموز برضو هايل جدا. الموز ده بحبه قوي، بتسقط كده وانا باكل الموز. الموز فيه مغنيسيوم وفيه كمان الحمض الاميني وفيه بي 6، هو كمان بيعلي افراز الدوبامين بشكل كبير. طب جدا. طب العنب والمانجا؟ لا دول مش معايا. ليه؟ مش فاكهه؟ لا دول السكر بتاعهم بيبقى عالي شويه، فبالتالي ان هم مش داخلين ضمن الدايت بتاعنا. احنا ممكن الفراوله، ممكن الافوكادو، الافوكادو هايله. الكريز معانا حال. الفلافونات اللي في الكريز هايله بجد، هايله طبعا. انا بحب الكريز، والكريز كمان بيساعد كمان في الدخول في النوم. لو في ناس عندهم ارق، بننصح ان هم ياخدوا الكريز بالليل في وجبه العشاء عشان يساعد على ان هم يخشوا في النوم، هو الموز. طيب ايه فاكهه تاني؟ ممكن البطيخ مثلا، الكانتالوب. البطيخ الجلايسيميك اندكس بتاعه عالي، فبيرفع معانا سكر الدم، فمش معانا في الدايت ده. الفواكه المسموح بيها هو الموز، التفاح، الفراوله، التوتيات، الافوكادو. دي من افضل الحاجات اللي انا بستخدمها في الدايت ده. طب برقوق، خوخ. البرقوق حلو، البرقوق مضاد للاكسده قوي، يعني ممكن استخدمه معايا برضو مع شويه مكسرات، هايل جدا. الخوخ فيه بيتا كاروتين زي الجزر كده، بيتا كاروتين مضاد للاكسده قوي، فده برضو ممكن استخدمه معانا في الازا سناك برضو. أوكي. يعني الفواكه دي ممكن اخدها از سناك، طبعا للسعرات بتاعتي المسموح بيها. يعني انا ممكن اعمل دايت بلان بالسعرات بتاعتي المسموح بيها، اخد فطار واخد سناك واخد الغداء بتاعي في اطار السعرات وفي اطار الحاجات اللي هي بترفع هرمون الدوبامين معايا. طيب نروح للغدا. الغدا في اوبشنز كتير للغدا. ايه بقى؟ الفراخ دي هايله طبعا، واللحوم، البروتينات عامه دي بتبقى معانا كاوبشن حلو جدا. الاسماك، والاسماك طبعا الدهنيه، الاسماك الدهنيه فيها اوميجا 3 واوميجا 6. زي ايه الاسماك الدهنيه؟ انواع سلمون مثلا؟ في عندنا سلمون، سردين، ماكريل، كل دول هايلين، لان هم في اوميجا، الاوميجا 3 اللي فيهم والاوميجا 6 عامه او اوميجا 3 دي هايله، بترفع معانا مناعه الجسم، بترفع من افراز هرمون الدوبامين، بترفع من كفاءه الخلايا العصبيه كمان نفسها. فلما تبقى كفاءه الخلايا العصبيه عاليه بيبقى صحتي انا بعد كده كويسه. طب السي فود بقى بشكل عام، الجمبري والحاجات الحلوه طبعا دي. طبعا طبعا السي فود كله بالاوميجا 3 بالفيتامينز اللي فيه طبعا داخل معانا ضمن داخل الحمد لله. طبعا. طب هل في انواع؟ اكيد الجمبري بقى مش المقلي، الجمبري اللي هو بيبقى معمول بالخلطه. احنا يفضل بقى اللي هو الجمبري اللي هو مثلا نعمله جريل حاجه كده، نحط عليه معلقه زيت زيتون، انا احط عليه معلقه زبده صغيره ونعمله كده جريل طبعا معانا. طبعا معانا. طيب العشاء، العشاء بقى ممكن ناخد، عندنا كذا اوبشن في العشاء. العشاء يفضل ان احنا ناخد موز، الموز بيبقى هايل طبعا كبديل مع شويه مكسرات، او ممكن ناخد يوجرت زبادي مع موزايه برضو بالليل كاوبشن للعشاء. ممكن ناخد واحده براون اللي هو التوست الحبوب الكامله او توست شوفان مع مثلا شريحه فراخ مثلا او بيض او افوكادو. التونه فين؟ التونه معانا بس 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 بناخد الاوميجا 3 اللي فيها، ما بنحبش ناخدها بكميات كبيره خلال الاسبوع، يعني كفايه قوي مره واحده بس عشان بيبقى فيها زئبق، والزئبق ده ممكن يؤدي الى التلوث بالزئبق نفسه. طيب انا كنت اسمع نظريات ان الواحد ما يتعشاش فاكهه عشان بينام على سكريات عاليه ما بتتحرقش بالليل. ما هو بصي كله بيعتمد، بيختلف من شخص الى اخر. وبيختلف انا هتعشى امتى، وانا واكل ايه خلال اليوم، وانا سعراتي خلال اليوم ايه. ما في ناس ليها حسابات اخرى. طبعا ليها حسابات اخرى وبتختلف من شخص لاخر. في ناس عندهم محيط البطن بيبقى عالي شويه، احنا بنقول لهم بلاش الفاكهه بالليل عشان الفاكهه بيبقى فيها فركتوز، سكر فركتوز، فبيتخزن اكتر في محيط البطن عندي، فبيعمل لي بلاقي البطن بتكبر شويه. ناس بتبقى في عاديه، ناس ما فيش مشاكل في الموضوع ده، فممكن ناخد الفاكهه بالليل، ناخدها مع الزبادي، ناخدها مع مكسرات، ناخدها مع بذور الشيا مثلا، اجيب كوبايه لبن مثلا ايا كان نوع اللبن. ايه فايده بذور الشيا دي؟ سمعت عنها ترند قوي على النت.
بصي هي فيها مليانه فيتامينز ومينرالز حلو جدا، يعني بذور الشيا فيها مغنيسيوم وفيها فيتامينات قويه وفيها نسبه بروتين كويسه، معلقه كبيره من بذور الشيا فيها نسبه بروتين حلوه، يعني انا لما احط على علبه الزبادي تحط على الميه ما اخدهاش كده كمان. حاجه مهمه جدا في بذور الشيا ان ما ينفعش انا اخدها كده كمعلقه سكر او حاجه، ممكن تعمل سبب لي اختناق للاسف. لان هي لما بحطها في الميه بتنفش شويه فبتاخد فوليوم، فلما باخدها بتديني احساس بالشبع اكتر، فيها الياف صحيه، فيها نسبه بروتينات، فيها نسبه معادن. فبتبقى هائله بالنسبه لي كمكمل غذائي خلال اليوم كمان. توقيتها ايه؟ في اي وقت، يعني احنا بننصح بيها في بعض الحالات لما بتبقى جعانه طول اليوم او بتحس بعدم الشبع ممكن تاخدها ما بين الوجبات، بنحطها في ازازه ميه، معلقه كبيره في ازازه ميه، ممكن احط عليها كمان قشور السليم واخدها ما بين الوجبات، بتديني احساس بالشبع رائع ما بين الوجبات. في ناس تقول لك اصل انا بلقط خلال الوجبات وببقى جعانه. طب الدارك شوكليت اللي حضرتك اتكلمتي عنها، انا الحمد لله بعرف اكل دارك شوكليت لغايه 90%. تمام. من بعد 90 يعني اللي هو كده. بس بتعمل ايه الدارك شوكليت؟ الدارك شوكليت فيها فاينايل ايثايل امين، الفاينايل ايثايل امين ده مضاد الاكسده قوي جدا، ومن الحاجات الجميله جدا جدا ان هي بتساعد على الاحساس بشبع، احساس بتديكي احساس بالسعاده، بتديكي كمان في بعض الدراسات اتعملت على الدارك شوكليت ان هي لو اتشربت، لو خدناها وعملناها سيحناها وشربناها لمده معينه بتحسن من المضادات الاكسده اللي موجوده في جسمي ومن الخلايا الجذعيه كمان اللي موجوده في جسمي، بتضاعف نسبه الخلايا الجذعيه اللي موجوده. يعني اكل دارك شوكليت كبيره كده؟ لا مش كده. ليه؟ انا عايزه اعالج الخلايا الجذعيه. ممكن ناخد 20 جرام من الدارك شوكليت، يعني من 15 ل 20 جرام. اللي هي كم تفضل اعلى من كم بار؟ اثنين. اثنين؟ حلو قوي اثنين. ده انا قلت دارك شوكليت مفيده فباكل بالنص. هو ده بقى، هو ده بقى اللي بيبوظ لنا الدنيا، بنرجع بنقول احنا بنزيد ليه؟ لا هي مفيده بس باخدها من ضمن كمان سعراتي، يعني انا باخدها انا بشوف انا محتاجه كام سعر خلال اليوم وبحسبها وبعمل عجز السعرات بتاعتي وباخدها من ضمن سعراتي المسموح بيها. هو انا كشخص عادي احسب سعراتي ازاي؟ كشخص عادي نورمال خالص انا دلوقتي عايزه احسب سعراتي في اليوم. يعني بشكل مبسط جدا السعرات اللي انت تاخديها عشان تخسي، باخد وزني وبضربه في 22. وزني وبضربه في 22. الرقم اللي يطلع انا محتاجه من السعرات ده احسبها بقى ازاي؟ الاكل، الاكل بقى على حسب كل نظام غذائي بيختلف. لو انا هاخد مثلا نظام غذائي الكارب بتاعه عالي فانا باخد اكتر من 45% كارب وباخد 20% فات والباقي باخد 20% بروتين وباخد دهون. الدهون تقريبا نسبتها بتتراوح من 30 ل 35% على حسب برضو النظام. لو انا نظام مثلا كيتو فباخد نسبه دهون اعلى شويه، فالكيتو بيوصل بتعدي الدهون 70% وبناخد البروتين وبناخد الكارب بنسبه 5%. كل نظام على حسب انت ماشيه على نظام ايه وعلى حسب الاختصاص او المختص بالتغذيه عامل لك اي نظام. طيب انا هقول لك برضو، وكلنا بنمر بالحالات دي، ممكن يجي عليا لحظات ابقى متضايقه مخنوقه، مش شرط يكون حصلت لي حاجه، فلاقي نفسي عايزه اجري على ايس كريم، عايزه اجري على الشوكولا السايحه دي اكلي او اللوتس، فبتجيلي حاله عارفه اللي هو ايه، انا عايزه اكل حاجه حلوه وبتظبط معايا نفسيا بعدها. اكيد اعمل ايه في التوقيت ده لانه الحالات دي بقت كتيره قوي وبتبوظ لنا الدنيا. بصي هو الحاله اللي انت بتقولي عليها دي حاله الاكل العاطفي، يعني بيحصل ايه في الجسم؟ انا سمعت ان الكورتيزول بيقل. بصي هو بيحصل كذا حاجه على حسب الحاله اللي عندك. لو انت عندك مشاعر معينه مرتبطه بفكره او موقف حصل فبيحصل فيه مشاعر معينه، المشاعر دي لو مشاعر سلبيه او مشاعر حزينه فبتخليكي كرد دفاع من جسمك ان انت تروحي تاكلي حاجه مسكره او حاجه ترفع لك هرمونات السعاده في جسمك اللي هي زي الدوبامين. زي الدوبامين اللي احنا بنتكلم عليه. ده رد فعل طبيعي من الجسم ان هو بيحاول يساعد نفسه، يعني الجسم بيساعد نفسه ان هو بيوجهك ان انت تروحي تاكلي شوكليت، تاكلي حاجه مسكره، تاكلي لان هي ترفع على طول السكر الدم وبالتالي بتحسسك بسعاده، بشعور سعيد وحظي ووقتي. والله يا جماعه. بس بعد ما بيخلص الشعور ده للاسف وبيهبط سكر الدم مره واحده بكتئب تاني، بتلاقي نفسك رجعتي نفس الحاله اللي كنت عليها، فاكل تاني، تاكلي تاني. لا انت بقى كمان بعد ما بتاكلي بتحسي ان انت ايه ده، انا ايه اللي انا عملته في نفسي ده؟ ده انا بوظت الدنيا، ده اليوم باظ. طب اقفل الحاله دي ازاي؟ في دكتور قال لي كلي بروتين بالليل. بصي الحاله دي بتتقفل بكذا حاجه، اول حاجه اتعرف على الشعور بتاعي ايه، هل الشعور بتاعي حزن، ياس، زعل، الشعور كل ما اعرف شعوري اكتر. حياتنا دلوقتي حوالينا ناس جميله. ايوه. فناسنا الجميله اللي حوالينا دي بتاثر علينا نفسيا جدا. اكيد. ما هو لازم اعرف شعوري وانا اتضايقت من ايه او دخلت في الحاله دي ايه، التريجر اللي عمل لك كده لازم اعرفه الاول.
طب هل الموقف ده اوريدي متكرر؟ لو هو بالنسبه لي متكرر يبقى انا اعرف ان انا عندي اكل عاطفي شويه، اكل مرتبط بالمشاعر، يبقى انا اعرف ايه هو التريجر المثير اللي بيدخلني في الحاله دي، وابتدي اعرف ان انا بتعامل مع الحاله دي ازاي. بتعامل معاها ازاي بقى؟ بتعامل معاها بكذا حاجه. اول حاجه انا اوريدي ببقى مش جعانه، انا ببقى شبعانه. أيوة. وفي حاله معينه فخلاص، فده اسمه نهم. نهم يعني ان انا يعني عايز اكل كميات من حاجه معينه، شوكليت او بيتزا او حلويات او مسكرات. أيوة. او الكلام ده الحاله دي ابتدي بقى ارجع لورا كده 5 ثواني وافكر انا ايه اللي وصلني للحاله دي. الوعي بيفرق معنا جدا فعلا، ان انا بس اسال نفسي بس شويه اسئله. انا ايه اللي وصلني للحاله دي؟ طب ايه اللي عمل فيا كده النهارده؟ طب انا عمل يعني اسال نفسي كام سؤال كده. طب اقفل نفسيتي دي ازاي؟ ما هو الاسئله دي بس هفهم حالتي. حلو. هبقى واعيه للحظه اللي انا فيها. خلاص دي فنيه نفسيه. ابقى واعيه انا دلوقتي ايه وبعمل ايه. مش همد ايدي على طول على الشوكليت واكل. انا هقول لك هنعمل ايه بالخطوات. يعني الاول هسال نفسي، طب انا وصلت كده ليه؟ ايه المثير اللي حصل؟ ايه الفكره اللي جات لي؟ ايه الموقف؟ ممكن تبقى واحده صاحبتي ضايقتني وقالت لي كلمه مضايقاني جدا جدا جدا، وعشان كده انا جيت عملت التصرف ده بالليل. ليه؟ يعني اشوف ايه اللي حصل. ده دي نقطه. 5 ثواني بس مع نفسي. طيب انا خلاص انا هاكل شوكليت ومش قادره وخلاص وجايبه اخري. انا طبعا انت قلتي طالما مش جعانه يبقى مش هنحتاج لبروتين ومش هنحتاج لحاجه. خلاص اجيب حته من الشوكليت دي واحطها قدامي في طبق واقعد اكلها بوعي جديد. يعني خلاص انا قررت ان انا هاكل، يعني ما سيبش نفسي بقى الاوتو بايلوت. لا ما هو انت عايزه ايس كريم، ماشي خدي ايس كريم، خدي 2 3 ايس كريم واحطهم قدامي في طبق واقعد اركز جدا واكلهم بوعي. انا بمارس فنيه الوعي مع الاكل. لازم ادخل دماغي في الموضوع. هو ده مجرد ان انت مره على مره هتدخلي دماغك هتقللي من حاجه اسمها الاوتو بايلوت، نظام الطيار الالي اللي انا ماشيه عليه على طول. انا متعوده ان انا بيجي لي الموقف ده فباكل على طول، بيحصل لي الفكره دي فباكل على طول، فانت بتكسري هذه العاده. فبالتالي مره على مره هتلاقي نفسك ايه ده، انا حصل لي الموقف ده وما اكلتش، انا حصل لي وما خدتش الشوكولاته، انا بطلت الكلام. طب ليه في ناس الفرحه، وده سريعا، الفرحه مرتبطه عندها بسده النفس؟ في ناس كده وفي ناس انا لما بفرح بتسد نفسي، وبما اني ما بفرحش كتير فنفسي مفتوحه طول الوقت. ما هي الفرحه دي بتبقى فيه زياده من افراز هرمونات السعاده، فبالتالي انت مش محتاجه بقى هرمونات تاني سعاده. فانا بتقفل خلاص كده انا كده مبسوطه. طب الناس اللي بتفرح تاكل، الناس دي بقى بتحاول تحافظ على السعاده اللي هي فيها فبتاكل اكتر. يعني الموضوع نفسي ظنن. ايوه ظنن منها ان هي لو كانت اكتر انا هحافظ على المستوى اللي انا فيه من السعاده. ده الموضوع نفسي وموضوع داخل فيه عناصر تانيه غير الاكل بس. فانا الحقيقه مبسوطه جدا بحواري مع حضرتك، واستفدت كتير جدا جدا، وان شاء الله ممكن نعمل يعني مزيد من الحلقات عن الموضوع ده. نصيحه اخيره، روشته اخيره بقى لحضرتك للساده الجمهور. مهم جدا ان احنا نهتم بصحتنا النفسيه ونهتم بالاكل اللي احنا بندخله، الاكل اللي بيسبب لنا سعاده ندخله خلال يومنا عشان نقدر نتحمل الضغوط اليوميه، ننام كويس، نشرب ميه كويس، شرب الميه كويس جدا. الرياضه والحركه اليوميه كمان بترفع معانا هرمونات السعاده. الرياضة. وبتغير من مودنا خلال اليوم بشكل كبير جدا جدا مع الاكل ومع الاهتمام بالصحه النفسيه. وحضيف لو تسمحي لي الكلام حضرتك، ابعدوا عن الطاقه السلبيه بناس اللي بحوالينا فيها طاقه سلبيه، قربوا من الناس اللي حواليكوا فيهم طاقه ايجابيه، صدقوني هيفرقوا في نفسيتكوا فهيفرقوا في النظام بتاع الاكل. اكيد طبعا اكيد، لانه قد ايه احنا بناكل عشان ننبسط، والانبساط بيجي من هرمون السعاده، فهي سيركل كده لو احنا ظبطناها هنقلل اكلنا. مظبوط. صح. بشكرك الدكتورة ولاء محمد استشاري التغذية العلاجية. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة من 8 الصبح، وابدأ يومك صح.